بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل معا لبرنامج دقيقة قدرات مع شرح لأهم تجميعات القدرات من اختبارات الفترة الأولى، مع هذا السؤال المهم من اختبارات جميع الأعوام بيقول إن صندوق به 60 تفاحة، بين كل 12 تفاحة يوجد 8 صالحة، فكم عدد التفاح الفاسد في الصندوق؟ بطريقة سهلة كده، أنا عندي هنا صندوق فيه 60 تفاحة، قسمناها في سطول كده، كل سطل بيشيل كام؟ بياخد 12 حبة، يبقى نقسم الآن 60 تقسيم 12 يطلع الجواب كام؟ يطلع الجواب 5، لأن 5 في 12 ب60، يبقى أنا عندي الآن 5 عبوات، في كل عبوة فيها 12 حبة، لو فيه في كل عبوة 8 صالحة يبقى فيه 4 فاسدة، أضرب 4 في 5 يعطينا 20 حبة، يعني عدد التفاح الفاسد في هذا الصندوق هيكون 20 وأختار ألف. مع السؤال الثاني، سؤال هندسة، بيقول قارن بين مساحة المستطيل اللي هو أمامي اللي طوله 9 وعرضه 4، وهنا مساحة متوازي الأضلاع اللي طوله 9 والطول الثاني 4. طبعا كثير من الطلاب والطالبات قالوا هنا نفس الأبعاد 9 4 9 4، فهيختاروا جيم، القيمتان متساويتان، ده حل غير صحيح. نجيب الحل الصحيح، نجيب مساحة المستطيل أضرب الطول في العرض، 9 في 4 هيعطينا 36. تعال نجيب مساحة متوازي الأضلاع، مساحة متوازي الأضلاع بضرب القاعدة في الارتفاع، نخلي بالنا ده مش ارتفاع، هذه القاعدة اللي هي 9 أضربها في طول الارتفاع. فين الارتفاع؟ أنزل عمود من هنا كده بهذا الشكل، نخلي بالنا أن هذا المثلث القائم الزاوية الارتفاع أقل من هذا الضلع اللي هو الوتر، نعرفين طبعا في المثلث القائم الزاوية بيكون الوتر هو أطول الأضلاع، يعني هذا الضلع هيكون أقل من 4، يكون 3 أو 3.5 ما هتفرق معي، المهم أن أنا هضرب الآن 9 في عدد أقل من 4 وليكن مثلا 3، في جميع الأحوال هيكون الجواب أقل من 36. السبب لأن أنا بضرب هنا 9 في 4 كاملة، لكن أنا بضرب 9 في عدد أقل من 4، واضح هنا القيمة الأولى هتكون أكبر من القيمة الثانية، وبكده أختار ألف.